ابو تظهر لي البيت اللي قد الحجي يصل الظهر انا قلت له هيجي يصل هيجي عجيب القاعه افترت وراس افتر وصاير شيء قالت لا يوم شهر السمجه حتى حد المحطات هذا المسوم هذا واحد قاعد يقلب بالموبايل بالفيس فابنه بابا قال له بابا شو صفني قال له بابا هذا كانت متزوجته بالكرك قال له ليش كانت هنا قال له مسوي مرقه مال الباصوليه قال له وعلمت نفسي مرقه مال الباصوليه كانت هنا بالكرك قال له اي موت حلال مو خذ الموبايل على صفحه قال له جيب لنا الغداء اجى الزوجه جابت منه باصوليه ابنه قال له بابا جيب لك الكرك دعوه من الاستاذ علي السلامي احنا حضرنا النجف بس تفاجئنا بجمهور رائع بترتيب عالي انسيابية التقديم كانت رائعة اضافة الى الجمهور المتواجد الجمهور المثقف اللي قدر يسمعنا وقدر يتفاعل وياي فتحياتي لكادر الاعلام تحياتي الى الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف الشاعر والفنان ستار اللامي رجال كبير قال استاذ انت من العالم تعرفكم يتقول حجي قال والله انا عندي واحد من ولدي بحارك وي جيران وضربه فوكس وصار بعينه زرقاء انتم العالم تعرفكم بيها مجال تمشون ويا شويه ترججون قلوب العالم قلت عمي فعل خير رياض نروح قلت يلا دخلنا للبيت سلمنا الرجال لقينا بالاستقبال سلام عليكم يخزر علي ما سلم قعدنا ماك الله بالخير لا بس عقال وعبايه قعدنا ثلاثه كبار أول واحد حجة ضعيف المرحوم ستار قلت له حجة ترى الشباب كل شيء يصير بيناتهم قال لا تا شنو لا تا ما أعرف دار وجهه هيك صار كبار رياض رياض قال له حجي معقول أنت بشبابك ما قال له لا تا يوم أنا أستريد نفتيه من لا تا شنو دار وجهه هيك اللي رحيم رحيم قال له الله سبحانه وتعالى يقول واحد تصرمه بحبنا قال له لا تا وطبوا اثنين معقلين قال هذا المخبر يعني قاعد قال اخذت الحجيه للمستشفى قاعد انا شويه عندي كحه ويمكن التهابات بصدري وراي من زياره مال 40 اخذت اول حاله تعرفه قلت يلا طبنا المستشفى الدكتور سلمت عليك الحجيه شويه صدري زي تعبان وكحه وراها روح مشي قال سوالي والله قال بس سوي الاشعه المهم اخذت الحجي والاعلان والحجي والوقت تلاقوا وياي بعد الجمهور ها استاذ بينا جاب صوره استاذ مشي امي اخذت الورقه قالت لي انت جماعتك هو افضل يوم ما راح اعرف الاشاعه شافت الاشاعه واجت خلاها الدكتور شغل الضوء اثنين مرات سودة قال حجي قد الدخني ترى التدخين ما يفيدي قالت له ما تدخن قال حجي يا ماما اورام سرطانيه شو فيه قالت لي ما تدخن قلت ترى الحجي ما تدخن دكتور قال عجيب استاذ تلاحظ قلت له شوف اورام سرطانيه بس ما تدخن قال عيد الاشاعه عيد الاشاعه جبناها الثانيه خلاها هيك شغل الضوء كل شيء ماكو قال الحجي بس ما اخذت الاشاعه قالت لي ما تصعدت على الاشاعه وضميت الاعانات جوا الشيء